الجزء الثاني هنتكلم فيها كابتن بلال النهارده هو طارق مجدي والمباراه وصعوبتها. المباراه كانت متوسطه الصعوبه، ما فيش فيها احداث كتيره، لكن النهارده هو يحسب له ان هو ما راحش للفار النهارده خالص، اعتمد على نفسه. عندنا حالات تحكيميه كثيره جدا جدا في هذه المباراه، هو نجح بشكل كبير في اجتيازها. فكره هو حكم نهائي كاس مصر ما بين الاهلي وسموحه في دور الاربعه يا كابتن ايمن، كان في 17-1، كان هو طارق مجدي هو الحكم. المباراه اللي النادي الاهلي فاز فيها بثلاث اهداف مقابل هدف 3-1، كان طارق مجدي الحكم وعدى فيها بشكل كويس، ما كانش عنده اي اخطاء تحكيميه. النهارده نفس الشيء، بنقول ان هو النهارده ادار المباراه بشكل جيد. نروح لطاقم التحكيم، وعندي حاجه مفاجاه جميله جدا جدا هجيبها لك كابتن ايمن في البدايه. اتفضل. بخصوص الحارس المرمى الهاني، نشوف الاول طاقم التحكيم. طارق مجدي النهارده عمل مباراه كويسه، كان شريف عبد الله مساعد رقم واحد، وعندنا شهاب راشد المساعد رقم اثنين، وصبري ابراهيم الحكم الرابع، وكان على الفار حسام عزب حجاج وهيثم الشريف. اول لقطه معانا كده يعني هنيجي هنا، بس هنا في لقطه جميله جدا، هنا تصويبه تمام، بنشوف هنا هل في مخالفه الاول هنا على اللاعب المدافع. نشوف هنا الايد هنا دعمه كابتن بلال، هنا هل يوجد مخالفه لمس الكره بالايد على المدافع. نشوف تاني هنا المدافع، هنا الكره بتلمس اليد الداعمه، وبالتالي هنا كان ما كانش فيه مخالفه. نشوف نمشي 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 نمشي، ونشوف هنا الكره هنا بتيجي في الايد اللي هي داعمه، وهي ما عملتش حركه اضافيه، وبالتالي هنا يستمر اللعب، كان قرار صحيح للحكم طارق مجدي. يلا الحاله بعد كده، نشوف الحاله اللي جايه ديت، حاله برضك حالات المهمه جدا، ونشوف قرار هايل قوي 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 من الشناوي، من طارق مجدي. الكره تصطدم بوجه الشناوي، وهنا لو كانت الكره جت في الايد كابتن بلال كان هيبقى قرار حاجه تانية خالص. يعني هنا الكره دي يعني انت عارف كان هيبقى القرار بتاع حمر صح، لان هنا في تصويب على الجون، مفيش هنا لاعب كان مغطي الشناوي، وبالتالي هو هنا الشناوي اجتهد وما طلعش ايديه في اللعبه ديت، وبالتالي هنا كان قرار صحيح ان الكره تصطدم بالوجه وليس الايد. نشوف هنا اللعبه دي مهمه جدا من زاويه ثانيه، ونشوف هنا الكره تصطدم بوش او بوجه الشناوي، هنا مفيش قرار بمخالفه، هو قرار طارق مجدي كان قرار صحيح. حالة بعد كده، هنا بقى كابتن اللي انا عاوز اتكلم فيها نقطه مهمه جدا جدا، الهاني سليمان. احنا في الدقيقه 5 يا كابتن علاء، في الدقيقه كام؟ 5، وهنا مفيش مخالفه، يعني ما كانش فيه ما يستدعي. النهارده هو طبعا كان فيه ضغط شويه في لعيبه النادي الاهلي في اول 5 دقايق، وقلت له هو هنا برضك نفس الفكر، انا ههدي اللعب، وهنا ما كانش فيه التحام مع الهادي سليمان. ده في الدقيقه 5 تقريبا قعد بالظبط دقيقتين، عشان كده طارق مجدي ادى 6 دقايق وقت بدل ضيع. تعال اقول لك على المفاجاه بعد هدف شريف، يلا بيلعب فريرة دقيقه 28 مفيش ثانيه بالظبط، فريرة ثانية ضيعها حارس المرمى، ودي بقى اللي احنا بنتكلم فيها، انت اللي بتدي الفرصة للاعب او انت ما بتديش الفرصة. هدف شريف خلى الامور تمشي بشكل جيد، ومفيش اي دقيقة ضاعت بعد هدف محمد شريف.